المناظرة في سطور، المكان معرض الكتاب الدولي، الزمان 8 يناير 92، توقيت المناظرة 12 ظهرا، الزمن 2:30، المتناظرون الجانب الإسلامي، الداعية الإسلامي الشيخ محمد الغزالي، المستشار محمد المأمون الهضيبي، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوة المسلمين، الأستاذ الدكتور العالم محمد عمارة، الجانب العلماني فرج فودة رئيس حزب المستقبل تحت التأسيس، محمد أحمد خلف الله العضو البارز في حزب التجمع، الجانب اليساري كان مفترض أن يكون معهم الدكتور حسين أحمد أمين ولكنه اعتذر ليلة المناظرة لظروف صحية. عدد الحضور ما يقرب من 30 ألف، ونظرا لإقبال الجماهير اضطرت إدارة المعرض إلى إغلاق أبواب المعرض.